مرحبا، تكريم خاص للفنان الكبير لطفي بوشناق بتونس، مبادرة خاصة من النجم اللبناني مايا دياب لترميم وجوه الأطفال بسبب انفجار مرفأ بيروت. نوال الزغبي بتقول هالبلد ما بقى يشبهني، وشو قالت داريدا خليل بعد إصابتها بفيروس كورونا. كل هيدا وأكثر منشوفهم سوا بهالتقرير. كرم رئيس ديوان وزيرة الشؤون الثقافية التونسي السيد يوسف بن إبراهيم الفنان التونسي لطفي بوشناق بالحفل الختامي لمهرجان الحمامات الدولي اللي انطلق يوم 25 يوليو لإحياء الفنان التونسي وسط تشجيع الجمهور اللي طالبوا بالمزيد قبل مغادرة المسرح. حضر الحفل السيد فيصل الجويني كاتب عام ولاية نابل والسيد معز مراد رئيس بلدية الحمامات وعدد كبير من الجمهور، وقدم بوشناق خلال هالحفل باقة منوعة من أغانيه اللي تراوحت بين القديم والجديد. غردت النجمة الذهبية نوال الزغبي عبر تويتر وقالت يوم بعد يوم بحس هالبلد عم ببطل يشبهني، الناس اللي فيه بطلوا يشبهوا بعض، اشتقت للبنان الحقيقي اللي كان محط أنظار العالم كله، اشتقت للبنان الأخضر وجباله البيضة والعلم اللي برفرف وبيجمع تحته كل ولاده، اشتقنا نفتخر ببلادنا. كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب عن مبادرة إنسانية لافتة أعلنت فيها عن اعتزامها ترميم وجوه الأطفال المشوهة جراء انفجار بيروت، ونشرت مايا دياب فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وكشفت فيه أنها رح تتكفل بترميم وجه الطفل يارا صاحبة الأربع سنوات، وكتبت مايا دياب وقالت ما بكفي أنه قلبنا بيكون موجوع، بيساعدني على شفاء روحي مساعدة الأطفال المشوهين والمتضررين من اعتداء بيروت، أطلق هالمبادرة لترميم وجوه الأطفال ورح نبلش مع يارا ورح نكون عم نتواصل معها من خلال إحدى الجمعيات. تحدثت الممثلة اللبنانية داريدا خليل عن مشاعرها حين مرورها بمرحلة صعبة وهي معاناتها مع فيروس كورونا، وعن الخطر اللي أصاب شقيقتها بسبب قربها من انفجار بيروت المأساوي اللي حدث بأربع آب. وقالت داريدا بفيديو خاص من إخراج وفكرة ريشا سركيس ونشرته على صفحتها الخاصة بيروت كيفك، خبريني عن كوابيسك، خبريني عن أشباح الليل اللي عتموا أيامك وعن يلي سرقوا الضحكة ويتموا أحلامك، من يوم اللي دمروك وأنا عبموت مية موت عليك ويا حلاكي أنا عموت، زرعوا حقدن وبإهمالن فجروك ومش عم بعرف شو أعملك ودويك ودويك من اللي أزوك.